حقق معرضي الجواهر العربية والعطور العربية لعام 2023 أرقاما قياسية هي الأكبر في تاريخهما من حيث حجم المشاركة والإقبال غير المسبوق ومساحات العرض وإجمالي المبيعات. في هذا السياق أكد سعادة السيد عبد الله بن عادل فخر وزير الصناعة والتجارة أن النجاح اللافت الذي حققته تلك المعارض سيسهم في زيادة وتيرة نشاط قطاع المؤتمرات والمعارض وسياحة الأعمال في المملكة. ومن جهته أشاد معالي الشيخ أحمد بن حمد الخليفة رئيس الجمارك بتعليمات الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية وحرص معاليه على اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والجمركية اللازمة لإنجاح المعرض. وبدوره قال الدكتور ناصر علي قائدي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض قال إن كل الأرقام تؤكد سير الاستراتيجية السياحية لمملكة البحرين في طريقها الصحيح نحو الوصول لأهدافها التي ترتكز على رفع مساهمة القطاع السياحي ضمن الناتج المحلي الإجمالي.